عالم وداعية إسلامي، ومن أكثر الدعاة المعاصرين قربا من الجماهير وتأثيرا في الشعوب، وهو صاحب مدرسة التيسير والوسطية القائمة على الجمع بين محكمات الشرع ومقتضيات العصر. هو الشيخ يوسف القرضاوي من مواليد 1926، ومن الشخصيات العلمية والفكرية البارزة في عدة مجامع ومؤسسات علمية ودعوية عربية وإسلامية وعالمية، منها المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي بمكة، ومنظمة الدعوة الإسلامية في الخرطوم، ومركز الدراسات الإسلامية بأكسفورد. شكلت كتبه وآراؤه الفكرية وفتاواه الفقهية مرجعية موثوقة لأبناء ما يعرف بالصحوة الإسلامية منذ ستينيات القرن العشرين، وصاغت ثقافة أجيال بأكملها من الطلبة خاصة والباحثين والدارسين عامة. شارك طوال عقود في إنشاء الكثير من الهيئات والمؤسسات الإسلامية في المجالات العلمية والدعوية والخيرية والاقتصادية والإعلامية. وصف الشيخ القرضاوي الثورات في تونس ومصر وليبيا واليمن وسوريا بأنها منحة إلهية لتغيير مسار شعوبها، ودان بشدة مواجهة الثائرين المسالمين بالرصاص والقتل من جانب السلطات القمعية، كما دان قبل ذلك الاحتلال الأمريكي للعراق، ووقف بالضد مما جرى من قتل وسفك دماء العراقيين على يد الاحتلال وأعوانه. اختير في عام 2008 ليحتل المرتبة الثالثة في قائمة 20 شخصية فكرية هي الأكثر تأثيرا على مستوى العالم، بناء على استطلاع دولي أجرته مجلتا فورين بوليسي الأمريكية وبروسبكت البريطانية. ألف الشيخ القرضاوي مجموعة كبيرة من الكتب تجاوزت 170 كتابا، تناولت مجالات عدة ضمت علوم القرآن والسنة والفقه والعقيدة والدعوة والفكر والتصوف والأدب شعرا ومسرحا، حاصلا على العديد من الجوائز والأوسمة عربيا وعالميا، حتى جاء يوم 26 من أيلول من عام 2022 ليعلن عن وفاة الشيخ القرضاوي بعد معاناة طويلة مع مرض عضال ألزمه الفراش ومنعه عن كثير من الأنشطة العلمية والدعوية.